السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم ماركت شوب. كنتمنى ان هذا الفيديو ملي تكونوا كتشوفوا فيه تكونوا باحسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اللي مكتوبه بالاصفر هذيك هي النمره الجديده ديالي. تواصلوا معايا فيها اللي هي 06 41 01 78 87. كما قلت لكم هذا هو الرقم ديالي. تواصلوا معايا في الواتساب اللي بغى يبيع شي حاجه من الاثاث المستعمل او الغير المستعمل، اللي عنده شي حاجه في الدار بغى يبيعها او اللي عاود فيها البيع، مرحبا والف مرحبا. تواصلوا معايا في النمره ديالي اللي قلت لكم كاينه في الاول في الفيديو في الاول. تواصلوا معايا في الواتساب، حطوا لي فيديوهاتكم، يكفي انها تكون مصوره بالعرض، تكون مصوره مزيان. كيف ما كنقول لكم دائما الا كان فيها شي عيب شي تقطيعه شي حاجه ضروري انكم تذكروها، وذكروا لي المدينه النمره التليفون والقياسات العبارات الا كان شي حاجه. ومرحبا والف مرحبا. كيف ما كتشوفوا معايا هذا الاثاث اللي كتشوف كله ديال واحد السيد طابيسي في مدينه الرباط، والنمره التليفون ديالو راه كيبان لكم في امامكم على الشاشه. اللي عجبته شي حاجه يتواصل معاه في النمره ديالو. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير اختي. عندي هادي كيف ما كتشوفيها، هي مبرا. هاد المبرا نوعيه مزيانه مطروزه، شتيها مطروزه بدوبل لسان، دوبل لسان بالكالون. هذا الكابلي شتيها كبيره، والكلمات هو هذا المتر. النوعية مزيانة، كاليتي مزيانة، شتي اختي؟ هاهي هي فيها اختي 10 ديال المخاد بحال هكايا، 10 ديال المخاد، وفيها 6 ديال هاد لي بتي كوسان كيجيو على هاد الشكل. هاهوما لي بتي كوسان، 6، 1، 2، 3، 4، 5، هادي 7، كيجي على هاد الطريقة. دابا حنا غير مبينين التفريجة كيفاش غادي تجي وصافي. كابلي مزيان، وثمان 1800 درهم، فيها 10 المخاد ديال 90، و 6 ديال لي بتي كوسان، و 12 مترو ديال التوب، ثمان 1800 درهم. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ كي دايره؟ مع الصحه بخير، هانيه امورك مزيان اختي. عندي واحد التفريشه كيف كتشوفي معايا. بالنسبه لهاد التفريشه هادي تفريشه باقا جديده، ودائما الجديد ماشي المستعمل. بالنسبه للتوب، التوب الاونتي طاش فهاد اللوين غزال، جنبه هاج وزوين، طليمطات اللوين كيصبر الوسخ، والمخاد كيف كتشوفوا لون مبهج، جاب المارو بالمارون والكراميل كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للعبارات ديال الطلامط كاينين 3 ديال الطلامط، 2 متر و 2 متر، 2 متر ونص، العلو ديال 50، العرض ديال 70، 10 ديال المخاد و 4 ديال لي بتي كوسان. بالنسبه لي بتي كوسان راهم دو فاس، فاس جاب لون الطلميطه وفاس جاب لون ديال المخاد. هاد مهم، هذا هو العبار كيف قلت لكم، ودائما جديد ماشي المستعمل. الاونتي طاش اللي بغاهم الثمن ديالهم 800 درهم. النمره التليفون 06 26 31 25 53، الدار البيضاء، توصيل لجميع المدن. عليكم اختي، عفاك عندي واحد الطابلة اختي ديال الصالون، هاهي متر 20 في الكحل، هاهي اختي مفيها حتى شي حاجة العيب، هاهي اختي نقية اختي، هاهي اختي لتحت مفيها حتى شي حاجة ديال العيب، هاهي هاهي اختي اللي بغاها مرحبا بيه. تمن 600 درهم، هاهي اختي هدراش هادي الشرجم، اللي بغاها مرحبا بيه. هاي اختي طابله متر 20، 800 درهم، الهاتف 0 40 15 34 74، كازا الحي محمدي، وشكرا. اللي بغى شي حاجه مرحبا بك.
كاينين هاد المضارب هادو، هادو راه ديال الشركة، ماركة مزيانة، نتسكر فيهم، مازال قاصحين، باقيين مازال جداد، ما مستعملينش بزاف، فيهم جوج على جوج، جوج هادو، أنا خديتهم بطناشر ألف ريال المتر. ثمانية وربعين ألف ريال باش طلعو عليا بجوج، دابا بغيت نبيعو، لي مهتم يتصل، الثمن ديالهم ستاشر ألف ريال بجوج بيهم. السلام عليكم أختي، عفاك أختي واحد الفريج، هاهو بالمضارب ديالو، العرض ديالو ستين، العرض ديالو ستين، والمخدات ديالو طلامط، هاهما أختي، هاد الشكل، الخدمة ديالو، أختي ها المزاود ديالو كاينين خمسة، واحد تيجي فوق واحد. ومخاد كاينين عشرة وثلاثة طلامط، هاهما ختي هاد الطلميط هذا فيه ثلاثة مترو، على حسب هاد الداري هذا كيتشرك مع هذا كيولي ثلاثة مترو، فيه جوج مترو، ولا شركتيه مع هذا كيولي ثلاثة مترو حيت الطلميطة مشروكة، هاهما ختي ثلاثة درت العواد وثلاثة المضارب، واحد فيه جوج مترو ملي كيتشرك مع هذا كيولي ثلاثة مترو، واحد فيه جوج مترو، واحد فيه جوج وستين، تحتاني فيه جوج وستين. هاهم اختي والعمارة اختي بوليستير خفاف، هاهم ها الزمن بوحدي بيد وحدة خفاف، هاهما الشم فيهم حتى شي حاجة العيب، عشرة المخاد وخمسة البودانات، ومعاهم اختي طابلة، هاهي الطابلة ديالهم راها نقية مفيها حتى شي حاجة العيب، هاهي مفيها حتى شي حاجة ديال العيب، هاهي مهرسم والو، وهاد السداري اللي كيتشرك مع هذا كيولي ثلاثة مترو. وثلاثة طلامط والعرض ستين، هاهم اختي اللي بغاهم مرحبا بيه، العرض ديالهم ستين، اللي بغاهم اختي مرحبا بيه، الطلامط اختي ما فيهم حتى شي حاجة ديال العيب، نقاية ما فيهم حتى حاجة ديال العيب، الطلامط اختي راه عندهم جوج وجوه، ها الوجه اللول والوجه التاني، هاهم كاين هاد الوجه، كاين هاد الوجه، الوجه الاخر فيه الكرونه والكحل، شتي على الشكل، وكاين اختي الوجه، نمط اختي راه زوينين يعني في الصوره، ما عاطينش في التليفون ما عاطيش حقه في الصوره، احسن من هكا، هاهم اختي اللي بغاهم مرحبا بيه، اختي راه مخفاف ها شتي، خفاف بونج بوليستار، اختي هاد الطابله ديالهم تاهي. اللي بغا فريش مرحبا بيه، هاهو دير ألفين درهم، تمن ألفين درهم، بالمخاد بالستادر بالطابلة ألفين درهم، والعرض ستين، فريش بطلامط بالمخاد عشرة، خمسة المزاود ثلاثة طلامط، تمن ألفين درهم، الهاتف صفر ستة ربعين خمسطاش ربعة وتلاتين ربعة وسبعين، كازا الحي محمدي. اختي بالنسبة للعبار ثلاثة مترو قداك اللي كيتشرك في جوج بجوج ستين، والعرض ستين، أو نبغى شي حاجة مرحبا بيه. السلام عليكم اختي، كديرة لاباس عليك؟ بخير كلشي مزيان، نتمنى اختي الأمور ديالك تكون كلها على خير وبخير، وشكرا لك اختي بزاف بزاف على هاد القناة اللي مساعدة معانا بزاف بزاف. المهم اختي هاد الزرابي كنت سبقت حطيتهم ديك الأسبوع وكانوا تباعو، ودابا بغاوهم شي أخوات وجبت هاد اللون هذا، كتحطي ديك الاسبوع غير واحد اللون اخر، دابا كاين هاد اللون هذا، ها هو اختي راه زوين، ها هو شوفي تيغشي، ها هو الالوان اللي فيه، ها هو مع القرب. المهم هاد اللون اللي جبت جديد دابا، وهاد اللون اللي كانت سبقت حطيته داك الاسبوع، ها هو راه شافوه الاخوات، انت اختي راهم خفاف هاد الزربيات، كيما قلت اللي عندها الدراري فيهم الحساسيه لا فيهم الضيقه ولا شي حاجه، هادو هما اللي ليقوا، راه ما كيجمعوش الخمل، ها انت اختي، ها ام اختي انا هزاها غير بايد وحده، هانت ساهلين في التصبان، كتصبنوا غير في الماكينه وينشفوا وتنشروا عادي ساهلين، ما ياخذوش بلاصه كبيره، وما ماشي صعاب يعني، حتى الا بغيتي كل نهار تخملي ولا
تسيقي ولا هذا راه ساهلين في التشطراف وساهلين في الهزاع. المهم اما اختي اللي بغا يتواصل معايا على الرقم 0656 23 15 98. كنسكن اختي في الدار البيضاء، الثمن اختي كنطلب فيه هو 220 درهم، 4040. والبلاصه اللي كاينه في الدار البيضاء بالضبط هي الحي محمدي، حيت بزاف كيعيطوا كيقولوا لي انا بلاصه، انا اختي في الحي محمدي. باش اللي جاتو صعيبه وجاتو بعيده يعني بلا ما يبقى يمحن راسو، يعني قال المعلومات تقريبا انا قلتهم، بقى غير الطول راه فيها 2.80 متر وفي العرض فيها 1.5 متر، يعني الواحد حتى يتاكد بالعبار اللي عنده داك الشيء ويتصل بيا ديك الساعه. مرحبا على الراس والعين، وشكرا اختي بزاف بزاف. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ كي دايره مع الصحه؟ بخير، هانيه امورك مزيان اختي. عندي واحد 3 ديال الزربيات، بغيت نبيعهم كيف كتشوفوا معايا، وجديد ماشي المستعمل، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راهم جديد. كاينه هاد الاولى، هادي جات في الكري والباج، ها هي بالنسبه للعبار ديالها 1.80 متر على 1.20 متر، وكنأكد راه جديد ماشي المستعمل، ها هي كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 200 درهم، اللي هي 4000 ريال. ندوز معاكم للزربيه الثانيه، ها هي حتى هي غزاله كيف كتشوفوا معايا في الخضر الملكي والباج، ها هي خضر ملكي والباج، حتى هي العبار ديالها 1.80 متر، يعني 2 متر قل 20 سنتيم على 1.20 متر، يعني 1.5 متر قل 40 سنتيم. ها هي في هاد اللوين حتى هي جات في الخضر الملكي والباج، ها هي هادي الثمن ديالها 230 درهم، لنا زايده شويه عليها. مهم 230 درهم، 4600. هادي كاينه الثالثه اللي هي هادي في المارو والباج، ها هي دائما جديد المارو والباج. هادي العبار ديالها 2 متر على 1.5 متر، ها هي باش تبان لكم مزيان، ها هي 2 متر على 1.5 متر، ها هي وانتم كيف كتشوفوا معايا. هادي الثمن ديالها 300 درهم، ها هي الثمن ديالها 300 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معايا على الرقم 06 26 31 25 53، الدار البيضاء. ها انتما 3 ديال الزربيات باراي، كاين هاد لاباراي ديال المينيكير تيكير. تي كي دايره؟ لاباس عليك؟ عافاك، حطي كاع العصره ديال القهوه لا مارك سيرا. ها هي اختي كيف ما كتشوفي معايا، عندها الكاس ديالها ترموس كيشد السخونيه. اللي بغاها تواصل معايا على الواتساب، نصورها لي خدامه ان شاء الله حتى يشوفها. ومرحبا بالجميع، بالنسبه للناس اللي بعاد راه ممكن انني نصيفط لهم، الناس اللي قرابين يجيو يشوفوا ان شاء الله على عينيهم، نخدمها لهم حتى يشوفوها. مرحبا بالجميع وشكرا لك اختي، الله يجازيك بخير. بالنسبه للثمن ديالها هو 200 درهم، كتواجد في مدينة الرباط، رقم التليفون هو 06 73 02 26 04. لك جزيل الشكر اختي. السلام عليكم الاخوات، عندي هاد البريسة، هادي راه زوينة بقى جديدة، الله لومبالاج ديالها هو هذا، واللي زوين فيها كتسخن دغيا، وعندها هاد المشيطة من هنا كتسرح الشعر، ما كتنتف ما والو، عرفتي الشعر تيخرج. يا سلام، اللي بغات شي حاجة مرحبا، راه عندي منها العدد، اللي بغات شي حاجه مرحبا. ثمن 80 درهم. السلام عليكم، هانتي اختي، وعندي هاد الميزان هذا الماركه الاولى، هادي ما بقاتش كاع دابا من دوك التقالات. هانتي اختي راه معاه هاد الكيلو هذا، ومعاه جوج من هادو راه مايا. هانتي اختي باقي مزيان الماركه الاولى كيف ما قلت، ها هو اللي بغاه ان شاء الله طالبه فيه 150 درهم اخر ثمن بدون نقاش. اللي بغاه ان شاء الله يتصل بيا في هاد النمره، هادي ها هي 06 78 80 68 81، كازا سيدي عثمان، ها هو اللي بغاه ان شاء الله. مرحبا، شكرا اختي. السلام عليكم البنات، عندي واحد لي زاباراي ديال المانيكير بيديكير بغين جداد، كاينه هادي ها هي، ها هي منين كتشعل بغيتي الان بغيتي الدو بغيتي توقفيها، هو البريز ديالها، البريز ديالها ديال الضوء فين كيتجمع
ها هما لي زارتيك لي غتخدمي بهم هادو كلهم زوينين. بغيتي تبردي، بغيتي تحكي، بغيتي تحيدي الغبره، بغيتي تضفري عود بريو. المهم اللي كيدير هادشي راه عارفينو البنات اللي كيعرفوا هادشي كاملين تبارك الله. ها الماركه ديالها راه باقا بالكرطونه ديالها، ها هي الماركه ديالها في الكرطونه، ها هي في الروسي ديالها. المهم اللي بغاتها تعيط ليا في هاد النمره 06 73 90 68 73 كازا. السلام عليكم اختي صاحبه القناه، كي دايره لاباس عليك؟ بخير. عافاك ان شاء الله، عندي هاد الميكسور بغيت ان شاء الله نبيعو. المهم راه في 3 في 1. المهم الماركه ديالو هي كينز، راه غنيه عن التعريف. انت اختي عنده هانت راه اينوكس ماشي بلاستيك. انت اختي شي حاجه زوينه. انت اختي الهاشوار ديالو فيه الموز ديالو معهم حتى هذا. انت اختي غنوريك راه هذا ماشي هادوك، ماشي اللي اللي فيهم غير 200 واط ولا 100 واط، هذا راه فيه 400 واط. انا غنوريها لك، ها هي شيها 400 واط هذا. المهم اختي انا هذا خديته ب 270 درهم، انا دابا طالبه فيه غير 200 درهم على شي ظروف خاصه عندي، وحطيته بالحق يعني ما سخيتش به، ولكن الله يحسن العوال الجميع. يلاه ماشي بزاف باش خديته، باقي عمري ما زعما ما خدمته ولا خدمت به. انا نجربو لك دابا وشوفي ان شاء الله الخدمه ديالو. انت يا اختي انا نجربو لك. انت راه فيه جوج سرعات، فيه هادي وفيه هادي. انا نجربو الاخر. ها هو هذا، حقاش الموتور ديالو مزيان. انت يا اختي الهاشوا السرعه الثانيه. المهم اختي ها هو انا جربته لك. المهم اللي بغا ان شاء الله طالبه فيه 200 درهم. اللي بغى ان شاء الله، انا ساكنه في كازا برنازيل، نمره التليفون 06 لا عاد ولا الشطراجي سمحي لي 07 70 28 22 35. 07 70 28 22 35. حتى شي واحد بغاني زعما مكانش في كازا بغاني نصيفطو ليه ماشي مشكل. شكرا اختي. السلام عليكم، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ بخير. انت اختي عافاك عندي شي حويجات بغيت نحطهم عندك في القناه. انت راه عندي هاد الشوايه هادي راه باقا جديده، ها بالشوايه ديالها. انت اختي ها الشوايه ديال الاينوكس هادي راه ثقيله، هادي راه عمرها ما تستعملات، هادي راه مره وحده اللي خدمنا بها. انت اختي شوف كي باقا نقيه، راه باقا باللومبالاج ديالها. ها هو ها الكاتالوج ديالها. انت اختي راه معاها هادو 5 القطبان، هما اينوكس. انت اختي راه طريقه الاستعمال ديالها، ها هو الكاتالوج ديالها. اختي سمحي لي انا غادي نجربها لك دابا باش تشوفي. انت اختي ها هي انا خدمتها دابا. المهم اختي ها هي اللي بغاها ان شاء الله. انا طالبه فيها 250 درهم قابل للنقاش، فكما قلت لك باقا جديده خدمت بها مره وحده. هذه اللي معاها راه عمرها ما استعملتها، يعني كاينه معاها هي شويه الاصليه هي هذه، ها هي ومعها هاد 5 ديال القطبان. المهم اللي بغاها ان شاء الله يتصل بيا في هاد النمره، ها هي 06 78 80 68 81 كازا سيدي عثمان. ها هي اللي بغاها ان شاء الله، مرحبا به. شكرا اختي. كاين هاد لاباري تا هي ديال المانيكير والبيديكير، هاهي باقا جديدة. هما الروس باش كتخدمو باقيين جداد، بالتيكيتا ديالهم باقيين كاع محلولين كلهم. وعندها هادي باش زوينة، هادي كتشارجا كديريها معاك في الساك، إلا بغيتي تسافري كتخدميها بحال في الطونوبيل، تهرسلك شي دفار ولا بغيتي ديباني كدي معاك هاد الراس كتشارجي وديه معاك في الطونوبيل. وهنا منين كتشارجا كديري هذا في الضو كتشارجا،
واللي زوين فيها عندها فين تنشفي الصباغه ديال الضفران. هذه راه يمكن لك ديرها في الصاك معاك تسافري بها او غدا بها شي بلاصه. هنا كتنشفي الضفران ديالك كتسالي منها كتسديها. اللي بغات شي حاجه مرحبا البنات، التليفون 06 73 90 68 73 كازا. اللي بغات شي لاباراي كاين هاد لاباراي ديال مينيكيغ بتيكيغ. السلام عليكم الاخوات، كاين هاد بريسة تاع القهوة، هادي راه ديال المانيا اللي كيعرف الماركة هاهي راه ديال المانيا. هادي هادي راه خدمت بها شي جوج مرات تقريبا كاع، كتخدم هنا من هنا. بغيت قهوة معصرة شوية، بغيتي معصرة بزاف على حسب وشحال ديال الوقت تعصريها، كلشي كيتكتب لك هنايا الكترونيك. والكاس ديالها تبارك الله راه كيهز، وهنا فين كديري الفلتر كديري القهوة هنا. أما اللي خاطر غنعطيها هاد بورت فلتر، هاهي كديري الفلتر هنا وكتخدم وراه واعرة القهوة كتجي فيها واعرة. وهاد لي فلتر تما غنعطيهم حيت عندي منهم بزاف. المهم راه كيتباعو في أسيما، كيتباعو في مرجان فيما مشيتو كيتباع. المهم اللي بغاتها 3600، ولا اللي داتها راه عرفت اش دات البنات، ماشي حيت بغيت نبيعها، ولكن راه واعرة القهوة ديالها وكتخدميها وكتمشي، ماشي كتبقاي مراقبه كتسكت الراسه كتحقق على الوقت. عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ عافاك اختي، عندي هاد الجميله ديال الافراح المناسبات الكبيره. هانتي اختي جميله كبيره، هانتي اختي شوفي الحاشيه ديالها كيفاش دايره، راها غليظه مدوبله ماشي من هادو اللي عاد ولاو دابا. هانتي اختي كتواجد في مدينة الرباط، رقم تليفون 0673 02 24 04. اللي بغاتها مرحبا تواصل معايا على الواتساب، ان شاء الله نصورها لاكثر. الثمن ديالها هو 300 درهم. اللي بغاها مرحبا قريب او بعيد، مرحبا بالجميع. ممكن انني نصيفط للناس اللي بعادي، دخلوا عندي الواتساب نصور لهم اكثر. مرحبا بالجميع وشكرا لك اختي، الله يجازيك بخير. عندي سراول، عندي كونتيتي كبيره سراول ديال جين كرون طاي ديال الرجال، راه باقيين جداد هادو ديال برا كاملين البنات. طاي كبيره والجين ديالهم راه رطاب، هانتوما كتشوفوا راه رطاب الجين ديال دومي سيزور زوينين. اللي كيلبس طاي كبيره الناس ما كيلقاوش قدهم، هما عندي. وعندي طايات كبار الثمن 90 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا، راه عندي منهم بزاف. كاين هذا، كاين هذا، هما راه طايات كبار هادو، كاين هذا، هاد راه كلهم جداد. كاين هذا، كاين هذا، كاين هذا البنات، كلهم 1800 ريال. بغات شي حاجه مرحبا. هادو ديال برا، التليفون 06 73 90 68 73 كازا. السلام عليكم الاخوات، السلام عليكم صاحبات القناه. اليوم عندي لكم حويجات، كاين هاد الجاكيطه ديال الرجال، ها هي دومي سيزون، ها هي طاي كبيره، الكميمات السلسله راه صحيحه تبارك الله ديال النحاس. وعنده هنايا القب، ها هو بغيتي تخرجيه بغيتي تخشيه عنده فين يتخشى. وراه دومي سيزون البنات، شوفوا الجويبات بغيتي تسديها من التحت. الثمن ديالها 30 درهم، التليفون 06 73 90 68 73. عندي هاد الكاب، هاد الكاب واعر البنات، راه الناس اللي داوه من عندي راه عارفينو. فيه من هنا من اللور الكابيشو، هاهو شو الخدمة ديالو كيدايره من اللور. هذا راه طاي كبيرة اللي طاي ستوندار، هاهو كيجي مع كلشي، كيخرجو لي ديدات من هنايا، راه واعر البنات. الثمن ديالو 60 درهم، الناس اللي داو من عندي وكانوا اللي وصلوني عليه هو رجعوا تاني. عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير كلشي مزيان. اول حاجه كنشكركم على هذه القناه اللي كدعمونا فيها باش نحطوا فيها الحويجات، شكرا جزيلا. اختي كما كتشوفي ها هي عندنا هذه الجلابه، هذه كاشمير
ديال البنية عندها ما بين 6 سنين 7 سنين. هاهي بالفولور شتيها في الكميمات وفي الصدر، كنطلب فيها ختي 30 درهم. هاهي ديال هاد الوقيته، كاينه هاد الجاكيطه هادي هاهي كما كتشوفي. هاهي هادي ديال بنية عندها 7 سنين 6 سنين، كنطلب فيها 40 درهم. كاينه عندنا هاد البيجامه هادي راه سخيخنا ديال هاد الوقيته هادي، هاهي هي والسريول ديالها حتى لتحت اكس ال، كنطلب فيها 40 درهم. هاهي راه نقيه. كاين هاد البينوار هذا حتى هو ديال هاد البرد الاكس ال، هو راه طويل 30 درهم. كاين هاد البينوار ديال الحمام اختي ديال هاد البرد هذا، الوليد عنده 3 سنين 4 سنين، كنطلب فيه 30 درهم. ها هو كما كتشوفي. كاين عندنا هاد الصبيبيط هذا، ها هو كما كتشوفي، ها هو هاد الصبيبيط ديال وليد عنده ما بين 3 سنين 4 سنين، المهم فيه الرقم 25، شو على حساب الرجل، ممكن نطلب فيه 40 درهم. كاين هادو، هذا عندنا البالغينة وهاد الشيء هادي وهادي ديال هذا، كنطلب فيهم كاملين كنطلب فيهم 20 درهم. وكاين هاد السويكات هادو بجوجهم 20 درهم. المهم النيميرو ديالي هو 06 36 68 58 91، الدار البيضاء، وشكرا جزيلا. كاين هاد البينوار هو في الجوبه كارين، هذا راه متين البنات وباقي جديد متين وزوين. هذا الطاي ديالو راه كبيره، شوفوا من الله كي داير، هانتوما الحمر ديالو راه واعر الفن، اللي بغاتو 70 درهم. تليفون 06 73 90 68 73، كازا بغات شي حاجه مرحبا. كاين هاد التريكو هو مفتوح عنده قفل واحد منهن، هو طويل داكشي اللي كيبغي فوق الكيطما ولا فوق العبايه ولا نيت الرومي يخرج بيه، راه زوين هذا ومتين. الثمن ديالو 50 درهم. تليفون 06 73 90 68 73، كازا. تريكو مفتوح هو راه باقي جديد البنات، راه طويل اللي كيبغيو السترة الكميمات ديالو راه باقي جديد البنات. هذا شوفوا كي داير من اللور، شوفوا هنا كي داير من الظهر، الثمن ديالو 70 درهم. راه طويل اللي تيبغي شي حاجه مفتوحه، تريكو مستور مفتوح ديال دومي سيزون، الثمن 70 درهم. تليفون 06 73 90 68 73، كازا. كاين هاد التريكو ها هو